كشف مصدر مسؤول في حكومة كردستان اليوم الاثنين 17 تموز 2023 عن موعد اجتماع الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما أشار إلى أن الاجتماع سيتضمن طرح عدة ملفات وفي مقدمتها ملف دفع الرواتب موظفي الإقليم. وفي حديث خاص أكد المصدر المسؤول أن وفد حكومة إقليم كردستان سيجتمع اليوم في العاصمة بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية للتباحث حول المشاكل العالقة بين الطرفين ولاستكمال الاجتماعات السابقة. وبحسب المصدر فإن المطالبة بإرسال رواتب شهر حزيران لموظفي كردستان من قبل الحكومة العراقية سيكون في مقدمة مطالب الوفد الكردي، مشير إلى أن الوفد الكردي سيستمع إلى مطالب الحكومة العراقية من أجل تنفيذ أشهر دفع رواتب الموظفين وعدم تأخيرها مجددا. وتابع أن الوفد الكردي سيشدد على ضرورة إرسال المستحقات المالية للإقليم شهريا وبالشكل القانوني وحسب ما اتفق عليه في الموازنة دون تأخير. وفي وقت سابق قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان أن وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد قريبا، وذلك للمضي في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، مبينا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الملاحظات الواردة في بعض مواد وفقرات قانون الموازنة.